اي حد مسلم عارف ان لحم الخنزير محرم في الاسلام، ولكن ليه الاسلام حرم لحم الخنزير؟ اجابة قصيرة، اي حاجة حرمت عليك او منعت عنك في الاسلام فده لمصلحتك وعلشان حمايتك. اجابة طويلة وتفصيلية، الخنزير كائن مختلف عن كل الحيوانات اللي احنا بناكلها وليه فيسيولوجية خاصة. على عكس البقر والغنم اللي بياكلوا اكل معين، فالخنزير بيتغذى حرفيا على اي شيء، بياكل حرفيا اي حاجة قدامه. الخنزير عبارة عن مفرمة زبالة، بياكل اي حاجة قدامه حتى لو كانت قذرة، وبالتالي نوعية اللحم بتاعته بتبقى من نوعية الاكل اللي هو بياكله. وده بيخلي لحم الخنزير مستنقع لأسوأ أنواع البكتيريا والطفيليات والديدان. حد هيرد عليا ويقول الناس اللي بتاكل لحم الخنزير بيطبخوه على نار عاليه وبالتالي كل البلاوي الزرقاء دي بتموت. هرد عليك واقول لك ده صحيح فعلا، ولكن خطوره لحم الخنزير اعلى بكتير من مجرد ديدان وطفيليات موجوده فيه، وده راجع لفسيولوجيه دوره الهضم اللي موجوده في جسم الخنزير، لان زي ما قلت الخنزير ليه فسيولوجيه خاصه مختلفه عن باقي الحيوانات اللي احنا بناكلها. على سبيل المثال البقر له دوره هضم مدتها 12 ساعه، ده بيسمح لجسم البقر انها تتخلص من كل السموم الموجوده في الاكل، وبالتالي نوعيه اللحم بتبقى افضل، لان كل ما دوره الهضم بتزيد فجسم الحيوان بيقدر يتخلص من السموم، وبالتالي نوعية اللحمة بتزيد ونوعية السموم بتقل، والمواد السامة عامة بتتخزن في الخلايا الدهنية اللي موجودة في جسم الحيوان. دورة هضم الخنزير أسرع 3 مرات من البقر، لأن دورة الهضم عنده 4 ساعات بس مش 12 ساعة، فحرفيا جسم ولحم الخنزير عبارة عن مخزن سموم، لأنه بيتغذى على أي شيء قدامه، وفي نفس الوقت دورة الهضم عنده ما بتلحقش إن هي تخلص جسمه من السموم، وبالتالي كل السموم دي بتتركز عنده في الخلايا الدهنية، والأسوأ إن نسبة الخلايا الدهنية في الخنزير أعلى بكتير من البقر او الغنم. وازيدك من الشعر بيت واقول لك ان جلد الخنزير مضاد للعرق. جلد الخنزير والخلايا الدهنيه اللي موجوده حواليه بتخليه ما يقدرش يعرق زي باقي الحيوانات، وبالتالي جسمه ما بيقدرش يتخلص من السموم. يعني كائن قذر بياكل زباله وجسمه بيخزن السموم وجلده بيحتفظ بيها، وبالتالي الخنزير عباره عن خزان سموم متحركه. علشان كده الدكاتره واخصائيين التغذيه المحترمين في الدول اللي بياكلوا لحم الخنزير بيحذروا من استهلاك لحم الخنزير بكميات كبيره، لانهم عارفين كويس جدا ان لحم الخنزير مشبع بالسموم، ودي حاجه مستحيل تحصل معاك لو انت بتاكل لحم البقر او لحم الغنم او اي لحم حلله الاسلام. افتكر دايما انه محرم عليك او منع عنك في الاسلام فده لحمايتك ولمصلحتك. ودمتم بصحه وعافيه، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم.